اسباب غلاء فاتورة الكهرباء؟ هو الحقيقة مفيش غلاء ولا حاجة، هو نتيجة تشغيل المحطات الجديدة وما تتبعها من أعمال صيانة، محتاج أعمال صيانة، محتاج كومبوننت جديدة، محتاجين حاجات عشان تشغل كسولر وكغاز وكده، المواد البترولية غليت، فبالتالي طبعا احنا الاسعار العالمية ارتفعت على مستوى العالم، فاحنا لازم عشان نطور المنظومة بتاعت الكهرباء في جمهورية مصر العربية، واهتمام السيد الرئيس بان المحطات الجديدة تشتغل، وفعلا في الفترة الاخيرة دي دخلت محطات كتيرة. المحطات دي محتاجة طبعا أعمال صيانة ومحتاجة تكلفة تشغيلها، فلازم الأسعار يعني ترتفع سنة، لكن هي مش ما ارتفعتش، والأسعار المحطوطة بتراعي محدود الدخل. الأسعار المحطوطة بتراعي محدود الدخل. طيب حضرتك بتقول الأسعار ما غليتش. طيب أعتقد أي حد بيسمع حضرتك دلوقتي هو شايف ان حضرتك بتتكلم، اعتذر عن طبعا انا بتكلم بس مصطلح يمكن يقرب المعنى شويه، ان حضراتكم في وادي والناس في وادي.